تعاني العاصمة بغداد من تردي الواقع الخدمي وعدم توفر المياه الصالحة والكهرباء، وانتهاء بهشاشة البنية التحتية، ويحمل أهالي العاصمة الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال هذا الفشل. فواقع الخدمات سيء في بغداد وهناك تردي واضح، فالشوارع تشكو من إهمال الحكومة رغم تخصيص الأموال الكبيرة والضخمة للمجال الخدمي والأمني في العاصمة. كاميرا برنامج مع الناس وثقت آراء الناس ومشاكلهم. هذا الشعب كلش تعبان، حتى الله ما يرضاه. زين يعني هاي الامطار والجسمه، روح شوف المدينه، شوف الحسينيه، الله ما يقبل بيها. يعني ليش هيجي؟ احنا منين جايين؟ زين نعتب على العبادي، على المالكي، على الوزراء، على هذا، خلي يشوفون هاي المآسي. الشعب هذا الشعب اندمر، ليش هيجي؟ حرام، الله ما يقبل. يعني تقبلوها؟ اطفال تمرضت، النسوان لعب بيها لعب، يعني ما يصير هيجي. هم خافوا الله، قولوا يا الله. ها قدمت لك الحكومه كل شيء ماكو، والله من 2003 كل شيء ماكو لحد الان، من السقوط ولا حد الان تعبانين وكلش، يعني مآسي. يعني الله ما يقبل بيها، ليش هيجي؟ يعني انتم بس على الكراسي تعاركون وتطون وتطون بطاطين وتطون قونيات بوتيتا وما شنو، عيب هاي. زين تعال انتخبني وقت الانتخابات تقوم تشتغل، ماكو انتخابات، ماكو كل شيء ماكو. زين روحوا طبوا الحسين، شوفوا هاي العالم، هاي المدينة الله ما يقبلها. يا والله ما انتخب، لا لا ما انتخبهم، لان شفنا منهم كل شيء ما شفنا، مآسي، ما الله ما يقبلها. ليش هيجي؟ بخصوص البطاقة هاي مال الموحدة، يعني اكو دوائر حكومية هاي البطاقة الموحدة يقولوا احنا ما نقبلها. يعني بنتي جيت اسجلها مدرسة قالوا تجيب البطاقة الهوية القديمة. زين هي الموحدة يعني مو هي صادرة يعني من الدولة ولا اكو دوائر حكومية ما تقبلها. هاي جاي نعاني منها، اكو دوائر حكومية تقول لك هي الجنسية القديمة، احنا نريد هاي الجنسية. يعني انا طلعت موحدة، اكو دوائر ما تقبلها، فنريد من الحكومة من البرلمان يمشون هاي البطاقة الموحدة على كل الدوائر. والله ما قدمت غير الشر والظلم للعراق. يعني هم ذول السياسيين البرلماني يعني ما يطلعون للدول، ما يشوفون هاي الدول شلون تطورت، العالم شلون تطور. يعني هاي الدول هاي هسه الأردن دولة فقيرة عايشة على السياحة، تروح للأردن أحسن من العراق، أو دول عايشة. زين هم ليش ما يعني يطلعون يشوفون يعني هاي الدول ما يغيرون، يعني ما تصل عندهم غيرة؟ يقولها العراق يعني 15 سنة صدام اشرف ميمهم، والله صدام، على الاقل صدام حسين عمر بني دوائر معسكرات بني، يعني هسه ما سووا كل شيء، ما مجال ما مسوين. هاي صار لهم 4 سنوات اذا يدي بلطون يبلطون شارع، التبليط برا شهر فهو عليه محافر. يعني كله كلاوات الفساد واصل ما شاء الله لي فوق، يعني كله فساد. يعني مقاول يبوق، الحكومه تبوق، السياسي يبوق، ما يصير. يعني نفس الوجوه هي شلون خلالات العبد مثل ما يقولون، نفس الشيء، نفس خلالات العبيد، نفس ذولا، نفس يتهم الوجوه، يعني يجون يحكمون العراق. والله أحكي لك الصراحة غير ما انتخب، إن انتخب ما انتخب نفس الشيء، على الأقل ما انتخب، على الأقل ما انتخب على مود ما ينقهر من نشوف شوارع محفرة، نشوف ماكو خدمات، على الأقل أنت ما تنقهر، تقول أنا ما منتخب، بس القهر من تنتخب وشوف الوضع نفس الوضع، هذا هو الفرق يعني. الناشد الحكومه اللي تدير بالها على الشعب هذا المسكين، صار لهم 16 سنه كل شيء ما سووا، لا بنوا لا عمره ولا سووا لا هاي، حتى حرام هاي. احنا نريد من الله ومن اهل البيت ان يديرون بالهم على هالشعب هذا المسكين، وهم جايين دا يقولون يا ثارات الحسين، يا ثارات الحسين. الحسين ما يقبل بالظلم، ما يقبل بالجوع، اطفال يعني تتمرض، الدنيا العالم حرام. عمي انتم اذا تصلون وتخافون الله ديروا بالكم على الشعب هذا، مو بس جايين تدورون كراسي وفلوس وهاي، وعايشين بالخارج وعايفين هاي العالم المساكين. الله ما يقبل
خليتونا نترحم الصدام، حرام عليكم، حرام عليكم عمي، ديروا بالكم على الناس الفقراء هاي، ما يجوز هيك. انتم صار لكم 16 سنه كل شيء ما قدمتوا لهذا الشعب، وحرام عليكم. انا هسه عمري 60 سنه، شفت بالسبعينات بالثمانينات هاي بغداد جنه، بالسبعينات تروح تتمشى على ابو نهاس بس يعجبك تقعد، بس هسه تطلع للشغل تخاف، تروح بالشارع تخاف. عمي حرام عليكم، ترى الله قاعد يواو عليكم بالقران، الله يغضب عليكم اذا ما تدارون هذا الشعب. حرام عمي، حرام ثم حرام. زين العالم هاي كلها فقره، شنو صار لكم 16 سنه؟ شنو القلم اللي تكتبوه؟ انتم شنو قاعدين الوزراء القاده الدنيا؟ يعني صدام احسن من عندكم؟ حرام عليكم والله حرام. ساده وعلماء وكلكم ديروا بالكم على الشعب، ترى الله ينتقم عليكم، الله ما يضرب بعوده. اقل شيء مرض يصير بكم عمي، ديروا بالكم، حرام حرام، ديروا بالكم على الشعب. والله لحد الان صحيح صار تغيير وصحيح شيء زين، بس ما شفنا شيء لحد الان ملموس. لحد الان ما شفنا شيء ملموس ونقول هذا شيء قدمته لنا الحكومه العراقيه. بس مجرد يعني تغيير صار تغيير وهاي هي. لحد الان ما شفنا شيء. اعتقد راح ترجع نفس الشيء، ما تتغير، ماكو تغيير. نفسه يدخلون بغير قوائم، يبدل قائمه نفس الشيء، بس غير اسم القائمه ودخل بالانتخابات ما تعرفت. رجعوا نفسهم. اعتقد الشعب اكثر شيء لهم على الشعب اكثر شيء. لان الشعب هو ما يغير. الحكومة تروح وترجع نفسها، يعني الشعب غير لازم يغير لازم. والله بصراحة الحكومة ما قدمت غير بس الخراب والدمار والعوز، ماكو شيء، ماكو أي خدمات، ماكو أي منفعة، وعود وكلها كذب بكذب، ما استفادينا شيء منها الحكومة. والله شو تنتخب هم نفس الوجوه، هي ماكو وجوه جديدة وتنتخب نفس الشيء. فالأفضل أنه واحد ما حد ينتخب، حتى لو مثلا أكو نداء أنه لازم ما تقاطع الانتخابات، بس واقع حال يعني هي مثل ما نشوف ماكو تغيير، لان نفس الوجوهيه. شنو التغيير بيها؟ بالعكس هسه زادوا، صاروا خبره بالبوق وبالنهب وبالسلب وبالاختيال وبكل الامور اللي الفساد طبقوها علينا. مو يقولون اذا الشعب يوما اراد الحياه فلا بد ان يستجيب القدر؟ احنا ما يعني مع احتراماتنا شعبنا صفق لاي واحد، اي واحد يجي يهوس له. وهذا الشعب ما اعتقد يصير وراه تغيير. هاي الحقيقة يعني، ولو هي حقيقة مرة بصراحة، لأن يعني شعبنا هو أكيد. ولو هو الشعب هسه شنو خدمات ما كنت تلاحظ الشوارع هاي تعبانة، مطرة بسيطة تغسل الشوارع فيضت الدنيا، عطى يعني العاطلين عن العمل، البنى التحتية ماكو، كل شيء ماكو. شنو اللي سووه؟ ماكو أي تغيير، ماكو أي تغيير، والشعب يغير وكل شيء ماكو، الشعب نايم. مع احتراماتي إله يعني بصراحة شعب نايم. والله ما شفنا للحكومة شيء. يعني انت لا تحكي على الحكومة وقدمت للشعب، يعني اي مواطن تلزمه هسه بالشارع يعني يضحك على هيك سؤال، شنو اللي قدمت؟ قدمت بس الأذية والفقر والقتيل والمرض، هذا اللي قدمته الدولة خلال هاي الفترة من بعد السقوط لحد الآن. ما شفنا شيء للمواطن يريح المواطن، تريح أعصابه، شيء ملموس. يعني الحياة متعبة للمواطن مخصوصة على ناس معينين. الدولة وإمكانياتها وثرواتها الناس معينين، هاي هي. ولا الباقي المواطنين العادي، يعني 95% 90% من الشعب متضرر. أمان ماكو، استقرار ماكو، جوع، فقر، مرض، زبالة، يعني ماكو شيء. أي مواطن تلزمه هسه يمشي دايخ. أي مواطن إحنا هنا بالشارع نعاين، المواطن يمشي يسولف ويا نفسه، يحكي ويا وحده، تحاكي حكايتين ينهار. هذا كله ضغط، نتيجة الضغط، نتيجة الفقر، عدم الاستقرار. إيش قدمت الحكومة؟ قدمت التهجير للعالم. هي ترجع نفس الوجوه، واكيد ترجع، يعني مو يعني برايي، وهذا اكيد ترجع نفس الوجوه. لان هذه يعني هذا البرلمان هذا مو من واقع عراقي، مو من واقع عراقي. هذا البرلمان بعد
هاي الدورة وتجي وتجي. ذولا مو يعني ناس اسم عراقي، هويته عراقية بس أفكاره أجنبية، أفكاره تخلفية للمجتمع، أفكاره استعمارية، مو أفكار يعني أفكار يجي ابن الوطن ابن البلد يبني ويعمر ويغير. ما شفنا على يعني ما شفنا شيء ملموس للمواطن العادي، ما شفنا مواطن فقير ترقى إلا بالدجل والكلاوات. هذا هو حال المواطن يعني بهالوقت هذا، وبظل الظرف الديمقراطي أو بظل البرلمان ماكو يعني لا يتأمل هو حتى المواطن نفسه، لا يقنع نفسه بتغيير الوجوه، وجوه جديدة وقال السيد وحكى السيد، لا يقنع نفسه بهاي المسائل. زين، والله سبحانه وتعالى يقول لا يغير قوما إلا يغيروا ما بينفسهم. الإنسان إذا ما ينقبل ينقلب على ذاته واقعه ما يتغير، المجتمع ما يتغير، يبقى هو هذا وهذا، يرجع لي ورا يرجع لي ورا. هو اللي نرجوه يعني اللي نرجوه من الناس أن تنتبه لنفسها، أن تستشير. يعني أنت مو مواطن عادي أمي كل شيء ما تعرف تجي ها طوكرت وحطيت فلان ابن فلان، أو أثر والله شنو هذا من قرايبي أو هذا من عشيرتي، أو حطيت كرت وصلتت لك سكينة على المواطن الباقي، على الإنسان، لأنه هاي ذمة يتحملها بالأخير هو المواطن نفسه. لو إحنا ناس يعني أذكياء واعين ومثقفين ما يصير بينا اللي صار، كان ماكو مواطن انقتل، ماكو مواطن تهجر، ماكو مواطن جاع. فعليه الإنسان يبدأ من نفسه، الإنسان يبدأ من نفسه. زين، الله سبحانه وتعالى يقول يعني من بينكم يتسلط عليكم، هم ذولا مو عراقيين ومو من بيننا وسلطوا علينا. هاي دلالة على أنه إحنا يعني إحنا ماشيين على غلط، ما ماشيين على صح. يوم ماشيين على صح ما إحنا لو نمشي على صح ونكون يعني عندنا روح وطنية، مو هذا حالنا طين وتراب وأذية، كان نمشي على ذهب وفضة. يعني أطلب من هاي القناة بد استفسار ما يخصني لي، يعني يخص الناس الفقراء. أكو ناس مستفادة من شغلة واحدة وهي الأراضي الزراعية. ناس صار لها 14 سنة اشترت وبنت شوارع كهرباء، ما علينا بما الدولة، هاي قاع الدولة ما يصير واحد يتجاوز عليها، بس أكو قاع ملك صرف تسوون شارع للناس. إذا هي ملك صرف تسوون لهم فقرة، تطوهم سندات تحولوها على مود يشوفون شارتهم. بس إذا قاع ما الدولة إحنا ما شغلة، أي قاع تابعة الدولة أصلا حرام واحد يتجاوز عليها شرعا ما يصير. بس إذا هي زراعية مثلا 5 ملايين بعشر ملايين بكافة بغداد سووا لهم شارة، مو جت انتخابات طلعتوها القانون لحتى أجلوه. خلي الناس تفتهم اللي إنه قاع ما أخذها مو مالته، خلي يرجعها، شوف شي يسوي ياخذ فلوسه. بس إذا قاع هو مشتريها بفلوسه وملك صرف طاب وزراعي، وبعد ماي ماكو زراعة ماكو مثلا داخل مناطق قريبة على بغداد تتحول إلى سكني، ما لازم لا يطول لا مجاري، خله يطول، هم الناس يسووا بيناتهم، بس يسوون لهم فشي رسمي، مو يوميا طلع لكم قانون هذا فلشوه هذا ما فلشوه. صح اكو زراعيات على اساسيه مال ناس، بس هي طبعا مال الدوله، هاي اصلا ما يصير تنباع وتشترى. الدوله لها بيها صالح باكر عقبه تسوي عمارات تسويها مشاريع. بالنسبه لذول اللي يسجلون كل أربعة أخلهم بسند واحد، زين بسند واحد ترجع له للمحكمة تنفرز ترجع له يقول لك هالقاع مال الدولة. زين أنت المحكمة شلون قررت العد؟ شلون قررت أنت خليتنا كل أربعة بسند؟ زين ترجع تراجع يقول لك هالقاع تابعة للدولة. زين أنت شلون أعطيتنا سند؟ إذا هي قاع زراعي وتابعة للدولة أنت شلون أعطيتنا سند لها؟ زين ترجع لها يقول لك هذا ماخذها مساطعة كلها ميليشيات. هذا يقول لك انا بفلان تيار، هذا يقول لك انا بفلان حزب، هذا بفلان حزب، وحاجزيها وباعوها. يروح يوديك عندهم عمي ناس، عندهم ناس تشتغل بالمحكمه وعندهم ناس تشتغل بكل شيء. زين جاي يقولوا لك يا اخي هج من العراق، حتى وين تروح؟ وين تروح بعد؟ لا شغل لا عمل، هو هذا بلد هذا بعد صار. زين ماكو كل شيء ماكو، كلهم ناس قفاصه،
كيف لك الله طب من الحكومه من الطابو من العقاري يسوي لهم شاره، يسوي لهم شاره اذا قاع بيها مجال تبيع لهم اياه الدوله بفلوس على سعر المتر وتتقسط. شوف شلون اللي عنده يدفع على متصير نظام وطلع قرار من هذا التاريخ ممنوع بعد نخله انشال اللي انقصن بذاك الوقت بعد راحن زين، فيسوون قرار قانون من هذا التاريخ بعد ممنوع واحد يتجاوز زين على مود الناس تبدي شوف شارتها. والله اي خدمات ماكو عندنا لا ببغداد ولا بالمحافظات، يعني ماكو اي اجازات لا عندهم مثلا اي اعمار، يعني كل المشاريع متوقفه على النص، يعني تلقى المشروع للنص واقف، يعني ماكو ما اعرف شنو السبب. والله انا برايي يعني نفس الشيء، يعني صارت قبل الانتخابات وصارت النوبه نفس الشيء، يعني ماكو اي تغيير. والله احنا كل مره نقول ما ننتخب بس شو نسوي، ننتخب لازم نقول بلكي، لا نقول بلكي يعني تجينا وجوه يعني تشتغل البلد، يعني خايف الله مثلا حتى نقدر نحصل اي نتيجه ان شاء الله على المستقبل الجاي. كل شيء ما قدمت لي لا الحكومه ولا البرلمان ولا اي واحد، كل شيء ما قدموا. شنو نقدموا؟ خدمات، شوارع، شنو تعليم، خريجين كلهم قاعدين متقاعدين نص رواتبهم قطعوها، رحمة الله على والديك. شنو نقدموا؟ احنا حتى الانتخابات هم ايسنا من عندها، حتى تغيير ماكو، هم نفسهم راح يرجعون يقفون يقعدون بالكراسي نفس السياسيين نفس الحكومه، شنو راح يختلف؟ شيء اكو شيء راح يختلف؟ ما يختلف. والله التغير نسأل الله العافية، احنا بالنسبة لنا ايسين بالتغير، هم نفسهم راح يرجون، وإذا ما اجوا فرئيس الكتلة راح يبدل كم واحد ويجيب الباقيين كليتهم، لا تقول لي بيروقراط ولازم، لأن احنا كليتنا البيروقراط حطونا على صفحة وجابوا. والله يغير الشعب بشغلة واحدة بس، إلا مثل ما طب عليهم البرلمان ذاك اليوم يطب عليهم مرة ثانية، ها هي، ولا ما يقدر يغير كل شيء، ما يغير كل شيء. أنا أقول لك اللي تغيرهم بس أمريكا واللي جابوهم، هاي ما عاد يغيرهم. تقدر تغيرهم أنت؟ ما تقدر تغيرهم. لا الفضائيات ولا، لأن هم أصلاً يقول لك احكي احكي لك حرية تحكي إلى أن تموت، بس ما حد يغير يعني. جزاكم الله خير. بس يعني باقين باقين، يعني هم انتخبناهم اذا ما انتخبناهم هم باقين، مو بكيفنا يعني، احنا ننتخبهم او ما ننتخبهم هم باقين باقين من يعني من امريكا وياهم وياهم، صح لو لا؟ يعني احنا شو نسوي؟ مو بيدينا، هم يبقون يعني ما نتعب نفسنا، حتى لو ننتخب هم باقين على السكن ديال، بس تبقى الشغلات البسيطه هم يفروها يحولوها. يعني هو الوجوه شنو؟ هم من عندهم وبيهم، يعني اذا تجي وجوه من عدموا بيهم ينزلون ويصعدون يخلون هاي اللي. انت كمواطن عراقي شنو اللي قدمت لك اياه الحكومه؟ كل شيء ما مقدمه، انا رجال اشتغل تاكسي، يوم اكو شغل يوم ماكو شغل، طلع لي 10 طلع لي 20 وماكو، يعني شنو اللي حصلت من عندها؟ شو طالب؟ اطالب ان شاء الله تصير، اريد اصير افضل اقوى على هالعاده، تصير العالم تعبانه بالشوارع، عالم قاعده على تشينكو، عالم عندها يعني هذا ما نريد نحكي عنها. يعني هي هاي هذا يعني هي معقوله انه هي يسووا هذا الشيء، هذا وياهم بهذا الشيء، لان العالم تريد تمشي على رصيف ماكو، تمشي بالشارع بين السيارات، طفل يريد يمشي على رصيف ماكو، تلقي نازل على الرصيف ويمشي بالشارع، ما هذا يعني مو حل، فهذا الاداء صحيح هذا يسوي. والله نقيم باللي يرضي الله. ما سووا شيء للشعب استفاد من عنده، معاناة الشعب بقت هي من 2003 لحد الآن، تراجع دائرة روتينات مزعجة، يعني مزعجة ومؤلمة بنفس الوقت زين، ما بين شيء للشعب، يعني الشبعان شبعان والجوعان جوعان، ماكو تغير. هسه احنا علينا ان شاء الله بيوم الانتخابات عرفنا اللي من ننتخب
بعد ماكو ما يضحكون علينا يقشمرون بطانيات وصوب وما ادري شنو، لان كافي هاي 15 سنه الشعب عانى ما عانى من ويلات ومن من يعني ماكو بيت هسه ما فقد لفد اثنين ثلاثه من بيته، لا رواتب مال المتقاعدين بها خير، لا اعمار، لا جسور، لا طرق، لا اي شيء ماكو. زين شنو استفادينا من عنده احنا كشعب؟ انا حاكيك انا من صلاح الدين هسه اليوم عندي معامله ما تقاعد وثيقه مدرسيه ويا المعامله من قدمتها لي حد الان، اليوم الروتين مالهم شالوا الوثيقه، لو تدفع فلوس لو تروح تجيب وثيقه، واجلني شهر كامل يابا انا الكربه بالقوه دالمه واجي. زين انت من تقول لي جيب وثيقه وتعني بعد شهر هم راح تعيدني نفس الكره، هم طلع لي فد نقص مستمسك، وانا الكره قلت لك اياها هسه اجمعها من اخوتي ومنا ومنا 50 الف دينار روحة جايه ومن عاد التاكسي منا وتاكسي منا. ف ارجع على معاناه الشعب، معاناه الشعب ما تتغير نهائيا اذا ما يتغير هاي مع احتراماتي للزيانين. اكو قسم بيهم هواي يعني 70% 75% فاسدين وما لهم اي علاج الا نشذهم من الانتخاب. والله اداء الحكومه يعني نسبه 20% اداء الحكومه. ليش؟ لان ماكو حرص على هالشعب هذا، عانينا ما عانينا بالنظام السابق، ولكن تفاجئنا باشخاص هم هلكوا الشعب، والشعب هالمظلوم هذا يراد من ان نقضيه، وانتخابات متتاليه والامور اساءت يوم بعد يوم من ناحيه الناس، جوع، البطاقه التموينيه، حيل حيل يعني تاذى الشعب، عرفت؟ وماكو انسان ينقذه من هاي الامور كلها. إضافة على هاي الانتخابات هاي، إذا ما تكون انتخابات نزيهة وبإشراف الأمم المتحدة وبإشراف يعني ناس حرصين على البلد هذا، ها ترجع المأساة ونرجع للمربع الأول، عرفت؟ إضافة على هاي الـ 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 الشوارع، هاي العكر، هاي المناطق العشوائية اللي تأذت حيل، تأذت، عرفت؟ من هذا النظام من 2003 ولحد الآن. احنا نريد انسان نزيه، انسان حرص على البلد، انسان ان يكون مواطن هل خلي بوق بس يطل هالشعب هذا، يعني ماكو انسان نزيه بس انسان خلي بوق بس يطل ينقذ هالشعب هذا. هذا الشعب انظلم، عرفت؟ يعني صارت حوالي 15 سنة احنا المتتالية نعيد هالمأساة، هاي كلها المأساة، ناس تجد بالشوارع، ناس تعبت، ناس هلكت، يعني احنا تأذى الشعب حيل، بس احنا نريد انسان ان ينقذ هالشعب هذا. قل لي الله، اريد واحد منهم سواشيب، يعني كهرباء، الله اكبر، يعني كم سنة هاي؟ ها؟ قول الكهرباء، الماي هذا كان ذاك الزمان، هسه احنا نرد نرجع لذاك الزمان، ذاك الزمان يعني كهرباء ما تطول لها يوم واحد، ما تصير، وين الفلوس ده تروح؟ وين العراق هذا بالخير؟ اشو على الطالب الطالب؟ خرجين الكليات كلهم ليش؟ بنتي هسه كملت تقولاني حرامات يعني، بس الشهاده تفيدني، اقلها شهاده تفيدني، خلي نكمل، ربما يصير خير بعد فد يعني هذول بلكتين زاحون يجون ناس خيرين. هو شنو غير خوف الله يكون؟ هو ما طول خوف الله ماكو، الله يسترنا. شو نقول بعد؟ هو هذا دا اقول لك خراب بخراب، ما معقوله هالشكل، يعني طلعوا من بغداد راحوا الموصل، شنو هاي؟ وهذا عراق؟ هذا صار خراب مو عراق، يعني دمار مثل ما صاير. هم جو من برا لعبوا بالعراق لعب، جو على الدبابات، لولا الدبابات يا بي هذولا كلهم ما يفيدونه، والله كريم، هو بكيفه، هو يهيئها، رب العالمين يهيئها. ألف شكر لقناتكم وألف شكر بيكم، ونشكر مساعيكم، وإن شاء الله هذا الإعلام إن شاء الله يوصل صوتي. والله كل شيء من الحكومة ما قدمته، تنتخبهم يعني كل شيء ما يسوي لك، لا يتوفر شيء ولا أبد، ما تنتخبهم نفسيتهم،
يعني هم بالحالتين هم الحكومه مستفادين. اذا انتخبتهم خربوا العراق، والما انتخبتهم هم خربوا العراق. هسه العراق هسه حاليا لا شغل عام، هاي الشباب عن كل راح ما تنتخبهم. ليش؟ لان ماكو لا شركات مفتوحه، لا عمال اكو، لا شغل اكو. تعرف شلون؟ يعني حرام، يعني حرامات، حرامات على نفسي. مو الفتوى تقول حرام الواحد اذا ما ينتخب، انا احب الحرام. ليش؟ لان ما انتخب هاي الشكولات، وانا ولا شاب كاسب، وانا ابوي شهيد راح، وانا معيش اهلي. المفروض انا المفروض اساني على غير حكومه، يعني انا اتعين. ليش؟ انا معيش اهلي. يوم اكو شغل، يوم ما اكو شغل، يوم اكو شغل، يوم الانفجار، يوم سدوا الشوارع، يوم قطعوا رزق العالم، ويوم يعني غير حكومه. مو صحيح؟ زين بهاي الحاله احنا راح ما ننتخب. طيب انت كمواطن عراقي شو طالب بالحكومه؟ والله طالب بالحكومه، احنا نريد شغل، نريد عمل، يعني نريد امان، نريد شوارع حلوه، نريد تبليط، نريد كل شيء من الحكومه. ليش؟ احنا حقهم، حقنا على الحكومه. هاي فلوس الشعب، هاي عندهم. وحرام عليهم اذا ما يتوفر هذا الشيء. والله لا يوفقهم اذا ما يتوفر هذا الشيء. من كل البرلمان. هو برلمان عباره عن شنو؟ عن بوق. يبوق منا يحط بجيبه منا، واحد يقول لك تسكت لو بتن عليك. والشعب طايح بيها. البشر لا عندهم احساس، لا عندهم كرامه، لا عندهم كل شيء، يعني الصغير يحكي عليهم، الكبير يحكي عليهم، العالم ما يصير هيك. يعني انت رئيس وزراء ما عندك احساس؟ اوفر مطالبات الشعب؟ انا هذا اللي اقدر اقوله. واحنا ما ننتخب اي شيء، ما ننتخبه. احنا نريد نطلع هاي الحكومه الفاشله، هاي الحكومه نريد نطلعها احنا بدينا. ها نقدر عليه احنا، وحسبي الله ونعم الوكيل على العباد وعلى كلهم. والله اداء الحكومه اداء متواضع وما له بطمع، لان الخدمات بالنسبه للامور الاداريه، يعني حال المجتمع، المراحل، الشغلات، الدراسة، يعني البطالة اللي بالبلد، يعني كل هاي الشغلات ما مفهوم. والله شنتخب، صار كم مرة انتخب واني شبر ما عندي بالعراق. شنتخب ما انتخب، زين انتخب كون انسان يسوي لي حل، يضع لي حلول لهاي الشباب، هاي الناس العطالة، البطالة، الناس المعوقين، الناس الشهداء، عوائل هاي اللي ظلت بالشوارع متسولين. شنو النتيجه مالك؟ انتخب غير انسان يعطيني حقوقي، خب مو انتخب وان يرجع لي ولا ما تقدم لي الامام. كل شيء ما سووا، اي خدمات ما سووا. انتخبناهم بالمرحله الاولى والثانيه، ما قدموا شيء للبلد، يعني ما بنوا فد شغله، يعني هاي ابسط حلول. الشوارع هاي اللي اشوفها قدامك محفره، البلد وضعه تعبان، البطاله موجوده، الوضع الاقتصادي، بس هم منتعشين بالفلوس وبالخيرات، الروس اللي انتخبناهم احنا. اما المواطن عباره عن منسي بالشارع متروك، تروح تقدم وظائف، هاي طلاب كليات قاعدين، عندك طلاب جامعات قاعدين، هاي الطبقه العامله اشوف الشوارع مترسه كلها بطاله مو طبيعيه. اما بالنسبه للانتخابات تحشي على هذول اللي راح ينتخبهم، راح نشيل علاوي نجيب عليه، ونفس الشيء ما سوينا كل شيء. فاحسن، فاني بالنسبه لي راي، هذا احكي عن رايي انا. انا على رايي الانتخابات اللي الاولى يمكن رحت، بس بالثانيه ما رحت، وهاي الثالثه لا راح اروح، بس اكتب اكس. فلا انتخب واحد من الكبير للصغير، لان ما شفت مسؤول اجى قدم خدمه للبلد، ولا واحد. يعني ما اجى مسؤول خدم هاي الناس كلها حتى يجي واحد يقول والله هذا المسؤول استحق. قبل يومين بمنطقة الفضل جتني مسؤولة دخلت جامع تصلح مولدة حتى ينتخبوها، البيت الله، وتشتري باوع قامت ماكو الناس، المسؤول قام يشتري المواطن واصوات المواطن بفلوسه. يا بالا هاي قبل سنين صارت ايش حاله، لان فوق فقر بالعراق. هسه الحاله صارت اختلفت استاذي العزيز، هسه الحاله اختلفت، المواطن بدا يصير عنده توعيه. يعني اني لو يجي مسؤول هسه يقول لي تعال اعطيك فد 10 شدات، صدقني ما انتخبه وحق رسول الله. لي على شنو انتخبه؟ انا ادور بس نفسي وهاي العالم والناس الفقراء المساكين. ليش يعني مكافي عند هاي العالم؟ كافي، خلي يتبون نفسهم، خلي يجي انسان شريف، انسان مو حتى باكر عقبه، ترى هذا تاريخ. شوف راح اسولف لك استاذي تاريخ، كل هذا كل واحد هسه عوف الماده، هو صح يصير موقع يقعد ويستقر ويصير مسؤول ولا دعايه اعلانيه والناس تحترمه وحمايه وخدم عشان، بس يبقى التاريخ، لا يروح بمزبله التاريخ
لو يبقى التاريخ يمجد هذا الشخص اللي انتخبوه الناس، حتى يقول هذا الشخص اجى خدم البلد. هاي شوف ماليزيا بنزول، اكو ناس حكماء خليه يرجعون خليه يقرون تاريخ العالم. شوف شكو بيها، يجيك حاكم يحكم مكان يروح ويبقى اجيال اجيال تحكي عن هذا الانسان اللي حكم هذا، يقول لك هذا بنى، هذا قدم، هذا سوى، هذا عمر. بالعراق من القدم استاذي العزيز؟ جيب لي واحد قدم بالعراق شغله، جيب لي مسؤول خدم هاي الناس احسن. تعرف انت اذا نحكي جنوب شباب الناصريه ثلاث ارباع العماره تشتغل ببغداد، والمحافظين والمسؤولين بعد كم يوم يحطون لوحات انتخابيه بالعماره بالناصريه، تعالوا انتخبوهم انتوا احسن ما تسوون تنتخبوهم، تعالوا جيبوا هاي الشباب المساكين من الناصريه وشباب رجعوهم بالمحافظه وخليهم يعيشون قريبين على بيوتهم، اوفر لهم فرص عمل حتى يشتغلون، حتى باكر عقبه الانسان يقول والله هذا المسؤول انتخبناه وقدم شيء للبلد. هاي فد رساله، مو انه الشعب ما له علاقه، الشعب متفرج، الشعب ورا خلينا نعتبره ورا 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 يعني ورا ورا السيارة، بس هم المسؤولين، خلينا نعتبره نفسهم حتى يبعون المواطن. انا اقدم للمواطن شيء حتى ينتخبني ثاني مره السنه الجايه والسنه الجايه، صدقني اذا انت زين وواحد زين والله ما يعوفوه، خاصه العراقيين، العراقيين ما يعوفون الانسان الزين. اذا واحد يقدم لهم خدمه يعطوا المضاعف 10، بس للاسف ذول ما يستحقون هذا الشغلات. مع شكرا. والله اداء الحكومه من 2003 لهذا اليوم المواطن القطيع عباره عن يجدي منهم، بس اجى اليوم راح نلزمهم به الثكاله والايتام وعوائل الشهداء. هسه قاموا يدقدقون، هم قاموا يجدون. امير المؤمنين سلام الله عليه يقول والله لو ولوني على الاقاليم السبع يعني السماوات والارض لن تظلم نمله على قش الشعير في حكمه. زين انت عباس البيات اليوم توصف بياس، انتم شله مال جراذمه توصفون نفسكم باصحاب الكساء، وعلي بن ابي طالب يقول لو ولوني على الاقاليم السبع لن تظلم نمله على قش الشعير. هاي وحده. اثنين هاي البطاله، زين اشعال اجوا من 2003 اليوم طيني، هسه هاي الناس كلها محافظات جايه هنا قاعده تشتغل. زين هو لو اكو فرصه عمل ومحافظتي انت المرشحك ومنتخبك انت مثلا ابو العماره ابو الديوانيه ابو السماوه، زين هو ليش ما يبقى محافظته ويشتغل يتعين يعيش مع عائلته؟ ليش شهر يلا ينزل عائلته؟ فعمي اسال الله ورسوله واحث الناس عدم انتخاب هؤلاء الفجره الفسقه، لان دخلوا باسم الدين باسم المرجعيه والمرجعيه بطلتهم حتى قامت تلتقي بهم من اكبر واحد الى اصغر واحد. فاليوم هذا احث الناس، اليوم هم المرشحين بالانتخابات يستجدون اصواتكم. فعمي لا تطي صوتك، ذولا الوجوه وجوه القرده، غيروا الوجوه. طالب الحكومه شنو؟ الحكومه شعدها هي، الحكومه قاعده تدين من الدول، شعدها حتى تعطيك نفطاتك وباقتهن. كل واحد عنده 60 70 تريليون دولار معبرهم بالخارج، صارت ما صارت هو عنده جنسيه وعابر، يعني شوف تموت تعيش انت ما له علاقه بيك، عرفت شلون؟ فهذا ما يهمك ولا يهتم لك ولا يدير لك بال. لو يموتون باوع، ذاك اليوم انفجار هذا اكثر من 150 شخص والله ما حد اجاهم ولا حد عوضهم، وعوائل الشهداء ما حد مر عليهم. ليش؟ ليش هو مرتاح؟ لو بابنه لو بعائلته لا كانت اذى، والله ما يتاذى لانه هو عنده فلوس. ف اخوي هم اصبحت له نادي تحيه، لكن لا حياه لمن تنادي، هم حياه ما عندهم. لو تحكي من الصبح للظهر شو يسوي لك؟ شو يوفر لك؟ لا امن موفر لك، لا خدمات، لا يعني شتري من كل سبل الراحه ما موفر لك اياها. زين شلون انت باكر يقول المؤمن لا يندغ من جحر مرتين؟ انا صارت ثلاث انتخابات الله شاهد ما منتخب ولا انتخب، وخرب غيرتي اذا انتخبت، لان ماكو واحد شريف تنتخبه يعطيك رقمه وهذا وانا بخدمتك واي الله وكيلك، بس يصعد بايه وحده بعد ما بكمل الدرج بعد ولا دار لك بال. زين هذا بشرفك، وهذا مسلم، هذا مسلم، لا والله المسيح اشرف منه، هذا اليهودي اشرف منه. واخوي هم دخلوا باسم الدين، واحنا على علمائنا ومراجعنا ان يطون فتوى، يصدرون فتوى تغيير هذا هؤلاء الناس من اعلى الهرم وانت نازل. شكرا. والله اداء الحكومه مبين بالشارع، يعني واقعيا انت تشوفه، يعني اذا مجاري من 2003 ل 2014 ما قدروا يعمروها، فيضانات، فقر، بطاله، اي يعني شنو اللي تريد تميزه؟ شنو اللي تريد تميزه انت من هاي الحكومه؟ يا مستقبل اللي انت تريد يعني تتضح به للعالم وتتقدم به للعالم بهاي الحكومه.
اذا انت يعني مستلزمات مدرسيه تشتريها من السوق، الطوابع متوقفه بحث على مصالح فلان وعلان. زين ليش هيك يسوون؟ هم يريدون يعني يرفعون بلد، يريدون يصعدون حضاره بلد. هم فلشوا بلد، هم دمروا بلد، هجموا بلد كامل، عماره كامل فلشوا، فرقونا حتى يسيطرون. هاي وحده. ثانيا المفخخات او الاحزمه لا تصدق ولا تتوقع انه هذه من واحد ارهابي. من جميع الاحزاب اختلفوا بيناتهم فجروا العالم الابرياء. اني صار لي 7 سنوات خدمه بالجيش العراقي، تفلشت صنفت، منو باوع علي من عندهم؟ ما حد شفته منهم، ما اعرف منهم. هم اصلا ما طالعين اسوار الغبراء، وين تلقاهم؟ انت جاك واحد هنا أنا بالشارع وشايفه؟ شوف العالم الفقره، شوف البطاله، شوف النسبه مال التعليم الزفت صارت. انت شايف الخرجين ايش قد؟ الشارجة يشتغل عمال؟ هو شهادته وين شهادته ودها؟ ليش؟ يعني ابو الشهاده يشتغل حماله وابن خالة فلان وابن عمة فلان يصير؟ ليش؟ هو غير واحد المكان، الرجل المناسب بالمكان المناسب حتى البلد يصعد، حتى شوية يتطور، حتى نصل لدرجة. عمي تأخرنا 100 سنة ترى، رجعنا لورا، الله وكيلك رجعنا 100 سنة. يعني الصدق بمعنى الكلمة طيحوا حظ المستقبل، العراق كله طيحوا. انت تعرف فلوس العراق كلها مباقت؟ ولا ربع هسه هذا اي شاب عراقي ما عنده حق، ما عنده حق بكل شيء. انت بعد مطلوب ديون لمدة 14 عام قادمة، لازم تسدد حتى عود تبني مستقبل. ما اعرف وين التطور، وين هن حتى مالات هدام اللي قالوا علي هدام، هم فلشون. عمي خلف الله على ذاك الزلمه راح، كان غذائه لا تنقطع، صحه، تجاره. زين تعال شوف الصحه، انا صار لي اسبوع بمدينه الطب، الله وكيلك ما تستقبلها. يعني متباع للعالم تعبانه. يعني شنو انت تعطي 5000 10000 والله تتعالج، ومن الدوله النوبه، من الدوله. شنو تطورتوا بالله؟ شنو هذا الفزاد؟ والله تابعه لفلان حزب ما حد يقدر يحاسبه، ووزير تجاره سابق والله قاطع حصه مره واحده بزمن صدام يحاكمونه 15 سنه. اذا اعدل هسه بالحاضر اعدل، ليش انت تروح للسابق؟ اعدل بالحاضر، تعال شوف الرداءة مالتكم، النذاله وين وصلت. انت غير تعدل بالمستقبل، ليش تروح للقدم؟ يعني راحت ذاك، راح السوالف راحت، كلها راحت، هي وصدام وكلها سوالف راحت. غير تعدل بالحاضر. انت لو والله العظيم لو واحد منهم يحاسب واحد بالقران ما صار بينا هيك. والله انا راح اشيل لك كل الحقائق الموجوده. اول شيء هاي الحكومه قدمت بس الارهاب والذبح والصلخ والتفجير، تهديم البنيه التحتيه كامله. الحصه التموينيه انتهت، ماكو حصه تموينيه، نسمع بالحصه التموينيه بس هي ماكو، ما موجوده. عمل ماكو، شبابنا كلها عاطلين، 4 5 خريج كلية قاعدين، خريج قانون قاعد، خريج دكاترة أطباء غيره كلها نزبت برا. منين؟ من هذا الوضع المؤذي والمتخلف. أصحاب التخلف جو من هناك، حكموا العراق. وين المتخلف؟ وين التعبان؟ وين المنتهي؟ وين الخلصانة أموره؟ إجا يستلم حكم، كان عايشين على الصدقات عمي، 22 ورقة يطوه برا، 22 ورقه ودور. ثاني يوم يطلع من الصبح يدور جبن من المزبله، مع احتراماتي، من المزبله يدور ياكل. اجى هنا وشاف الدولارات وشاف الفلوس وقام يبني وقام يبوق. بدا اول ما اجى تهيئ المال للبوق. هسه النوب النسخه هاي الجديده هسه جايه هسه هنا، الله يحفظهم، اللي راح تعلق صورها بعد يوم ثلاثه، كلهم حراميه. وانا اعطيك 100% يعني هذول اللي اخذوا وشبعوا شويه راح يقعدون على صفحة، راح ينتشر على صفحة. هسه جوك جدد، جاب أخوه، جاب ابن عمه، جاب ابن أخته، جاب نسيبه، راح يرشحه لأن هذا جوعان. إيش راح يسوي؟ راح ينزلنا النوب. زين وأنا أسألهم سؤال واحد، بس سؤال واحد للحكومة. 15 سنة ما تقدروا تبنوا لكم سد واحد؟ سد يطلع هذا وزير الموارد المائية، هذا الوزير الله يحفظه، قال هاي الأمطار إنه ربحنا ان شاء الله خير من الله المزارع. يا الامطار لو تسوي سد تبني. زين ذولا يحكموا العراق؟ اذا ما يفهم
المي هذا دا يجري منا انا حتى بالامطار، وين يروح؟ شط العرب وعلى البحر. شنو اللي استفاد منه؟ شنو استفاد من المحافظات؟ المحافظات انتهت تعبانه، لا عمل لا شغل، وكلها تكست ببغداد. اهل البصره جو بغداد، العماره جو بغداد، النجف جو بغداد، كلها قامت تشتغل. وين تعمل؟ تجري هنا. فصار شنو؟ تضخم بغداد هائل. نداء يعني اولا للسيد وزير العدل والسيد وزير الداخليه والسيد رئيس الوزراء، أنا أب لشهداء اثنين، صار لي 9 شهور هسه توني جاي من التقاعد، 9 شهور صار أركض على المعاملة، وهاي المعاملة توني جاهز من التقاعد مع وزارة الداخلية يرجعني بعد شهرين زمان. زين ما يفكرون هاي العوائل اللي موجودة، أطفالهم اللي موجودة، هاي الناس اللي راحت. أقول كافي يا شباب، أنتم نضحوني من نفسكم مثل ما ضحوا أولادنا هنا. هذا البلد ما يخدمكم واهلكم ما تخدمكم. ذمة برقبتكم ان تقادروا هذا البلد، لان هذا مو بلدكم، بلد بالميوع. واني اول واحد نبعت، عندي شهداء اثنين، وهاي المعامله جاي اركض بها، توني جاي من وزاره الداخليه يخبرني روح حجج، كمل حجه وصايا وقسام شرعي مره ثانيه من جديد على 2018. زين اين عائل الشهداء اللي تتنادون بهم؟ اين المرجعيه اللي انتم ناديتوا بها؟ حكومه ما قدم الشيء اللي الشعب اللي يرتاح ويتواهى به. الشعب تعب والعالم معاناته كثرت اكثر من اللازم، يعني تباوي من ناحيه العمل بالنسبه للشباب، الشباب العمل ماكو، العمل ما يتوفر للشباب، العالم فقاعد تنحرف الى غير طريق، قاعد تنحرف للبوق والسلب والنهب وكذا، واي امور، لان ماكو وسيله عمل لهم حتى شغلهم في سبيل ما يتجه لهذا الطريق. يعني معاناتنا تعبت، حيل تعبت معاناتنا، يعني الى متى؟ يعني الى متى؟ يعني نقول بعد كل حكومه نقول بعد هاي الحكومه نشوف خير، بعد هاي الحكومه نشوف خير، والخير ماكو. بشوف العالم هذا وقت ما بيشتي يصير بسطيات ويصير مقدر وكذا. العالم مضيمها من تعبها من امورها، قاعد تفتح بيش ما كان في سبيل يجيب لقمة العيش لعائلته وجاله حتى يعيش بأمان. زين وتركض زائد الحكومة تركض وراهم، هذا عزل هذا، العالم ما يتروح. وفروا الشغل عمل لهم حتى هاي كلها تنهي لها أماكن محددة ولها سقايف محددة. يعني هذا الشيء أنت تركض وراه، هذا وين راح يروح؟ من حقه راح يلتجه إلى غير طريق ولا غير أمور، وراح كذا وتصير أمور زين. لما ننتخب اعتيادي نفسها، هي نفسها قاعدة تعيد كل سنة، قاعد كل 4 سنوات نبدل نبدل نبدل. شنو اللي بدلنا؟ نفس الشيء، نفس الحكومة، نفس الشيء. شنو اللي قدمته؟ شنو على الشوارع؟ عليما على الخدمات، مجاري، ماي، شنو؟ عليما نفسه. فهل أفضل ما ننتخب أحسن؟ زين جزاكم الله خير الجزاء. والله الحكومة من 2003 لحد الآن ما قدمت للشعب العراقي بصورة عامة أي شيء يذكر، يعني من ذاك اليوم إلى اليوم التهوا بشغلتهم ومصالحهم كلهم على الإطلاق، يعني ما بيهم تمييز، يجي واحد يميز لك فلان عن فلان وهذا هيك وهذا هيك. لا، هم من 2003 لليوم أذوا الشعب بصورة عامة، والشعب بصورة عامة وبده من اليوم يقول يابا أنتم ما نريدكم إلا أن أنت تشوف هاي الخطوات وعلى الفيسبوك وهاي والأمور اللي دا تصير، هم ولا لهم شغل شو يصير ما يصير. الشعب متذمر والشعب لا حول ولا قوة. أجل من هاي هي نفس الوجوه بن عم، لان هي الكتل اللي فايزه هي نفسها كاظل للانتخابات، فهاي الكتل نفسها تقسم الشغله بيناتهم. وقد ما الشعب العراقي يروح وينتقب التيارات المدنيه اللي هي على التغيير، الا ان نشوف هم كاظلين الامور بديهم، وهاي من الصعوبه انه تفوز التيارات المدنيه. ما قدمت لي بس الدمار والطائفيه وخراب البلد من جنوبه الى شماله ومن شرقه الى غربه. ماكو شيء جديد، صار الأسوأ. قبل كنا افضل، نظام، قانون، بنى تحتيه، مدينه حلوه، عاصمه نظيفه حلوه، هسه عاصمه كلها وسخه،
كلها مخربطة. نعم راح ترجع، فعلا ترجع أكيد. السبب نفس الوجوه، هو نفسهم، هو من مقدم؟ أكو شيء جديد قدم يعني؟ أكو وجوه جديدة جتي؟ هم نفس الوجوه نفسها بمسميات أخرى، دا تيجي بمسميات أخرى وبتحالفات مع بعضها. والله يعني نحكي صراحة، احنا والله تقديم ماكوش صراحة، غير ماكوش يعني. هسه أنا بالحشد راتب ماكو، صار سنة ماكو، كانوا ينطونا 300 هسه ماكو، قطعوها علينا من 2003. خدمات ماكو صراحة، عندك يعني وظائف ماكو زين، عندك مدارسنا هسه احنا نجي على الاهم شيء هو المدرسه. مدرسه هسه ماكو معلم دا يدرس صحيح زين، لان انطوا امر اذا طالب ينضرب يتحاسب المعلم زين، فهسه الطالب يعني دراسه معدومه عندنا خلاص زين. يعني شنو بالاول باربع دروس وينك هيك؟ ما كانت هيك قبل احنا عندنا، هاي هسه بالجديد زين. فاحنا نريد يعني من الحكومه مالتنا تنتبه علينا، تنتبه على هاي الشباب. ليش احنا من دون الدول هيك زين؟ يعني لا خدمات لا شيء، لا تعليم، لا ماكو يعني. شبابنا هاي كلها قاعده لا شغل ولا عمل، لا وظائف، لا يعني ماكو زين. تجي على المسؤول يجيك، احنا يجونا بوقت الانتخابات، احكي لك صراحه، هسه بوقت الانتخابات اجونا، تعال انطيك ورقتين كلها. انا احكي لك على اشخاص يعني اذا تريد اذكر لك اساميهم، ما يحتاج زين اذكر لك اياهم. يعني يجون انطيك ورقتين واجمع لي اللواعيب مال الطوبه، لواعيب الحديد اجمع لي اياهم، واجمع لي قرايبك ويعني، وانطيك على النفر ورقه يعني على العائله ورقه وتنتخبونا. هاي بالنسبه للانتخابات يعني، هذا اللي عندي انا. احنا عاد ظلت يمنا، احنا بدينا، احنا نقدر نغير، بدينا نقدر نغير، نعرف احنا جربنا ذيك من ذيك من ذاك الان يعني من ذاك الوقت لهذا الوقت، جربنا يعني الانتخابات وشفنا من الصالح بيها ومن اللي قدم. اكو ناس قدمت يعني، احنا ليش واحد يحكي حظه وبغته؟ اكو ناس قدمت يعني، اكو ناس انطت ويعني والله وسوت يعني هواي شغلات. قدموا ما قدموا يعني فد شيء يعني لحد الان، هي لا شوارع هسه لو اكساء الشوارع، شوارع يكسوها، ما نريد تبلت شو اسمه النقر اللي يسووها الطسات، هذا النفق، نفق باب الشرجي كله نقر وكله شو اسمه. وين ما تروح النقر، شارع السعدون وين ما تروح، كراده كلها نقر كلها شو اسمه، ماكو شيء عمي. وهذا تقول عن انتخابات، انتخابات إما تنتخب ياهو منهم، ما حد ينتخب عمي. ما طور رؤساء الأحزاب موجودة والأحزاب موجودة ورؤساء الكتل موجودة، ماكو انتخابات. نعم راح ترجع نفس الوجوه القديمة، نفسه هو ما طول دول موجودين، انت إما تنتخب بعد هو يا يجي عبود ويا من ويا فلان ويا نفس الكتل موجودة، انتخابات فينش. لا ما انتخب، إن ما انتخب ما غير اذا انتخب لازم اعرفه منين ما منين اهله هو زين. انا والله يقولون فلان خوش ادمي، واذا خوش ادمي شو معرفني بيه؟ غير انتخب واحد اعرفه شايفه لا. وهي مو قلت لك ما طول رؤساء الكتل موجوده ورؤساء الاحزاب موجوده، انتخابات فينش. أنا مواطن عراقي، كنت أشتغل مدينة طرق جسور ديالة، فزمان الصدام أجا قرار مال أكراد منو كردي 89 صرحونا من الجيش، ورا مدة كم شهر 5-6 شهور إجوا نفس القرار منو مثل على القرارين من قرار ثورة فصلوني لمدة سنتين. رحت اجيب اجازه مالتي من الدايركت، انا موصول يعطوني اجازه مالتي،
انطوني اجازه مالتي وما كتبوا لي كوني من القوميه الكرديه كاتبين لي كوني اللي مو مفصول لمده سنتين. فمن 2007 لحد هاي الساعه انا اراجع الوزاره مال الاسكان شعبه المفصولين والوزاره. من 2007 لحد هاي الساعه اجيب كتاب لهم ما رجعوني. اخر شيء بالشعبه المفصولين خالد حربي وماجد الصمد قال وين الكتاب جديد مالك؟ جبته ف وقعوني بانه انا ما ادري وقال شوف شلون جبناه بالطريق بعد ما يراجع دائره. فاني اشكر قناتكم واشكر الشخص المعني ها وننتخبه ان شاء الله كل وجه طيب جديد لصالح عراقي وطني ننتخبه ونخلي على راسنا.